للحديث عن كل ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. أستاذ لبيد، مرحبا بكم. قبل أن تعلن المفوضية نتائج الانتخابات، يعني نلاحظ أن مستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي أكد أن نتائج الانتخابات جاءت مطابقة للفرز الإلكتروني. بداية، كيف يمكن قراءة هذا الاستباق لإعلان النتائج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله. ما قاله الهنداوي بالحقيقة فيه ضبابية كثيرة، لأنه الفرز الإلكتروني ماذا يعني بالفرز الإلكتروني؟ النتائج الأولية التي خرجت بها مفوضية الانتخابات نعرفها تماما. نعم. لكن عندما يقول الفرز الإلكتروني فهذا مصطلح جديد. هل هو نفسه، هل يعني أن الفرز الإلكتروني يساوي النتائج الأولية، أما أنه مصطلح ينطوي على أرقام جديدة أخرى؟ نعم. فما قاله الهنداوي لم يفسر شيء ولم يوضح أي شيء بالحقيقة. وكل ما نتوقعه أن تغييرات كبيرة ستطرأ على النتائج الأولية التي خرجت خلال في غضون 48 ساعة أعلنت يعني المفوضية الانتخابية. نعم. أستاذ لبيد، إذا كان الأمر محسوما إلى هذه الدرجة من قبل أن تعلن المفوضية هذه النتائج، لماذا برأيكم هذا التعطيل؟ هل ربما يعني رضخت المفوضية قبل أن تأتيها تطمينات من دولة معينة مثلا؟ بالنسبة لنتائج الانتخابات هناك تحكم. إذا كان هناك حلم أو هناك من يتوقع بأن النتائج الجديدة أو الانتخابات الجديدة ستغير جوهريا منظومة الحكم في العراق، فهو مخطئ، تماما مخطئ. هذه الانتخابات لن تغير لا من حيث عدد المقاعد ولا من حيث تقسيم هذه المقاعد، خارطة توزيع المقاعد على الكتل السياسية والأحزاب السياسية. إذا قرأناها بعمق وبتمعن سنجد بأن النتيجة ستكون واحدة. هناك طائفية، هناك محافظة طائفية ومحافظة إثنية ستستمر. نعم. وهناك توافقات سياسية ستستمر. نعم. وهناك مسألة جدا مهمة ومسألة أساسية، هناك تدخل ودور فاعل لإيران في مسألة النتيجة النهائية للتحالفات والكتلة الأكبر التي ستتمخض عنها الطبقات التي تحدث في داخل قبة البرلمان. أستاذ لبيد، نعم. على الرغم من كل ذلك، لكن نلاحظ أنه يعني استبق بعض الكتل وسارعت في الإعلان عن تجمعات من أجل الحصول على الكتلة الأكبر ومن ثم تشكيل الحكومة. كيف يمكن قراءة وتفسير ذلك؟ نعم. الأهم ما يجري من هذا على هذا الصعيد هو ما قال ما حدث في اجتماعات الإطار التنسيقي التي يقودها المالكي وكتلة الفتح. يريدون تجميع عدد أكبر من الأكبر عدد من المقاعد. يقال أنه ستبلغ نحو 90 أقل بقليل أو أكثر بقليل. لكن هذه الكتلة ستعمل على أساس أنها هي كتلة واحدة، كما لو أنها صادرة عن حزب واحد أو تجمع واحد. نعم. وستحاول التوافق مع بعض القوى خصوصا الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل تشكيل الحكومة الجديدة. نعم. في حال فشلها في تجميع قوى إضافية لتشكيل حكومة جديدة ستمارس دور المعارضة في داخل قبة البرلمان. وهي أهم شيء تريد أن تضمنه في داخل قبة البرلمان هي إعاقة تشكيل الحكومة من قبل كتلة أخرى، هذا بالدرجة بصورة عامة. وبصورة خاصة تحاول منع دمج الحشد الشعبي مع القوات الأمنية الأخرى. لا يريد أن لأي حالة من حالات طرح مشروع لدمج الحشد الشعبي أو التحرش بالحشد الشعبي أو إضعاف دوره وامتيازاته. يريدون أن يمارسوا هذا الدور المعارض في داخل. طيب أستاذ لبيد، في هذا الإطار، يعني قبل إعلان النتائج هناك انتشار أمني مكثف في العاصمة بغداد، هل تتوقعون صداما محتملا في ظل هذا الغضب؟ أنا أستبعد أن يكون هناك صدام فيما بين الأطراف الفرقاء
إذا صحت تسمية فرقاء البيت الشيعي لن يكون هناك أي تصادم من هذا النوع. كثير من المحللين يتوقعون هذا التصادم، لا يمكن. لماذا؟ لأن هناك انضباط في الحقيقة، هناك أكثر من صمام أمان، هناك صمام أمان الشرعية المرجعية النجف، وهناك صمام الأمان الأهم هو المرجعية الأكبر، مرجعات إيران. لا، نحن حتى التيار الصدري يخطئ من يعتقد أن التيار الصدري يدور في خارج الفلك الإيراني. إيران استطاعت منذ 2004، منذ أحداث النجف، أن تدخل على خط التيار الصدري وتروض مقتضى الصدر. وإيران ذكية في مسألة تغيير الأدوار وتبديل الوجوه إلى آخره، ومقتضى الصدر من السهل أن يروض حتى من الناحية العقائدية. إذا تمعنا في مسألة التيار الصدري، التيار الصدري هو مقلد لآية الله كاظم الحائري، وكاظم الحائري ولاؤه مطلق للسيد الإيراني علي الخامنائي، ويؤمن بولاية الفقيه. فإذا ماذا تغير في 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 عمق المسألة في ولكن المسألة؟ أستاذ لبيد، هل تعتقد أن الزيارة التي قام بها إسماعيل قاآني يعني حسمت الخلاف بين الكتل السياسية؟ إسماعيل قاآني هو يمثل علي خامنائي، يمثل الولي الفقيه بالعرف الشيعي، وكلمته مسموعة من قبل كل الأطراف، ولا يمكن لأي تيار من التيارات الحالية التي يتألف منها البيت الشيعي أن تخالف كلمة قاآني، باعتبارها هي بالحقيقة ملهم مصدر إلهامه الأساسي هو علي خامنائي. وحتى من يعتقدون بأن التيار الصدري هو مخالف لهذه المسألة، لا، مقتدى الصدر لم يسمي إيران اسما بالحقيقة عندما وجه انتقادات بمسألة التدخل الإقليمي ولا آخره، لم يذكرها بالاسم أبدا. نعم. فإذا الدور الإيراني لا نتوقع بلمحة بصر أو بين ليلة وضحاها يتغير الدور الإيراني بحكم أنه تغيير عدد المقاعد هنا وهناك، لا يمكن. هذه مسألة جذرية ومسألة ذات أفق وعمق عقائدي نعم أستاذ لبيد، وسياسي. نعم. وأقليمي. نعم. من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لكم.